السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد ونهار جديد. اليوم أخوتي كنتواجدوا في شارع محمد السادس الله ينصره، خاص في مدينة بنية. كما كتشوفوا معنا أخوتي الوقفة ديال التضامن مع الإخوان اللي كيتواجدوا في تندوز. غادي نخليكم مع التصريحات ديالهم وتكتشفوا بعض اللقطات خاص ديال الوقفة ديال التضامن مع الإخوان ديالنا اللي كيتواجدوا في تندوز. ما تنساو أخوتي إلا كان أول مرة كتشاهد القناة ديالي ضغطوا على زر الاشتراك وجرس اللايك باش تعم ديالكم باش نستمروا. تفضل أسيدي عطينا رأيك على حساب هذه الوقفة ديال التضامن مع الإخوان اللي كيتواجدوا في تندوز. السلام عليكم اخويا، معك ديغار رضوان، رحال عالمي. كندورو بالسيارات هادو اللي في نجمه المغاربه باش نوصل واحد الرساله للمغاربه للصحراء المغربيه ديالنا، وحنا دايرين هاد الوقفه منظمينها مغاربه العالم كنمثلها، ومع جميع المجتمع المدني وجميع الجمعيات تبارك الله، والناس جاو من الداخل، جاو شي جا من كلميم، شي جا من اكاليش، شي جا من كازابلانكا، وجايين هنا باش نتعاونوا مع خوتنا المحتجزين اللي كاينين في المخيمات، وكنطلبوا جميع حقوق الانسان والمنظمات الدوليه باش تدخل، لان الناس ديالنا كيتعذبوا وكيتغتصبوا وكيتعتقلوا، وهذا الشيء كنوصلوه رساله لجميع المغاربه ان يديروا كل التضامن. تماما كل التضامن كل التضامن، وحنا راه المغرب راه كبير، والمغرب ديالنا زين تبارك الله، وحنا كنحبوه، وديما بشعارنا الله الوطن الملك، الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. بابو تحياتي ليك، تبارك الله عليك. اما كما كتشوف الصور المحتجزين، تجنيد الاطفال، كما كتشوف لا للتهميش للنساء في المخيمات، لا للتعذيب في مخيمات تندوف. اين هي حريه الانسان؟ كتشوف الناس مساكن دايرين لهم كيفاش، شوف الناس كاين تما بزاف الحوايج. الحمد لله كما كتشوفوا هاي الوقفه التضامنيه، كل التضامن عفوانا الصحراء والمغاربه محتاجين في مخيمات تندوف. وكنطلبوا من جميع يونسيف والصليب الاحمر انه يتدخل، لان الاوضاع سيئه، اوضاع لا يطاق لها. وكنشكر جميع المسلمين العالم اننا يتعاونوا معنا، لان هذا الشيء اللي كيوقع راه بزاف، هذا الشيء اللي كيوقع راه الله اللي غالب. دابا انتم عندكم من وقفه التضامن خاص في مدينه كلميم، تلاش غادي تمشيو؟ ان شاء الله غنطلبوا من جميع الناس ديال جنوب الصحراء انهم جميع الصحراء والاحرار الكرماء انهم يديروا الوقفه ديالهم، انهم راه وصلنا واحد الرساله، وقفه كل التضامن، وقفه تضامنيه لاجل اخواننا المحتجزين. واخا الا سمحتي، دابا اليوم انتم كتواجدوا في كلميم، غدا فين غادي تواجدوا بالضبط؟ ان شاء الله احنا بارك علينا، احنا وصلنا الرساله وخلينا في كلميم، ولا غادي تزيدوا طنطان العيون؟ كنا فيهم كنتو فيهم ياك؟ الحمد لله. تبارك الله عليك اسيدي. كنا كلشي الاقاليم الجنوبيه، وحنا كنقول لهم ها هو اللي بغينا نوصلوا للعالم، حقوق الانسان والصليب الاحمر والوسيك. كاين معايا الاستاذ اللي كاين من الداخله، استاذ جمعوي، تا هو الله يعمر دار شي كلمه الاستاذ. الصفه اسمك؟ اي تفضل. سعد حسين، رئيس منتدى الحياه المدنيه والعمل المشترك رئيس الفرع الجهوي. وقفه احتجاجيه ضد ما هذه التصرفات التي تقوم بها الحكومه الجزائريه والحكام الجزائريين. تفضل. ضد ابنائنا في تندوف، وهذه العمليه التي مرت عليها اربع عقود من الزمن واكثر، العالم عرفها، وعلى العالم عرف عن هذه كتيبه اسمها البوليساريو، تمول من الجزائر وتحارب المغرب من الجزائر ومن فوق الارض الجزائريه، وعليه احنا ابناء هذه المناطق الجنوبيه بصفه عامه والمجتمع المدني بصفه خاصه نقول لاخواننا في الجزائر كفى من هذا النوع من التحايل والكذب اللي كتمارسوا هذه الحكومه الجزائريه والحكام الجزائريين على الشعب الجزائري اولا، اللي قتلت منه ما قتلت مئات الالاف، وشردت مئات الالاف، وجوعت مئات الالاف، وشوهت الصعه ديال الجزائر في العالم ولم يسلك منها الجيران. اما الدوله المغربيه هذا ما تقوم به حكام الجزائر بعيد علينا وعلى تفكيرنا، فاحنا عندنا قياده ملكيه شريفه وهي اللي كنصنتوا لها، وجهات الملك ضامن الامن والاستقرار لبلاده وللجيران ولافريقيا، ولهذا احنا لكل ما نطالبه هو الامن والاستقرار والتعايش والتنميه وفتح المجال لابناء المغرب في تندوف يدخلوا لوطنهم، الذين بقوا في وطنهم في نعمة مستمرة، والذين عادوا من الجحيم هم في نعمة مستمرة، والذين بقوا في الجحيم 45 سنة هم في الجحيم. وكفى من تعذيب النساء
والاطفال وتجنيد الصبيه والاطفال، وهذا محرم ودعو المجتمع المدني في العالم والمنظمات العالميه في العالم باش تاخذ بعين الاعتبار هذه الاحتجاجات التي وهذه الوقفات التي يقوم بها ابناء المغرب، خاصه ابناء المغرب في الجو في جهات كل من مواد في جهات كل من مواد في جهات كامله تماما ديال المغرب ينددون بهذه العمليه الشنيعه اللي قضى عليها 45 سنه اللي صبحت اليوم الجزائر في الحضيض. اما الشعب الجزائري والشعب المغربي لا تستطيع حكومه العسكر الجزائري ان تفرق بينهما، فهي تغطي عن مصايبها على مصايبها في الجزائر. اما المغرب في نعمه وفي امن وفي استقرار، وعندنا ملك الامن والاستقرار والسلم. وشكرا. تبارك الله عليك يا سيدي، الله يحفظك. كما كتشوفوا معنا اخوتي الوقفه ديال التضامن مع الاخوان ديالنا اللي كيتواجدوا في تندوف. صراحه كتشوفوا التصريح مع الشخص، التصريح ديالو التصريح الاول ديال هذا السيد هو كيقولوا بانه دار واحد المجهود كبير، داروا الوقفه ديال التضامن مع الاخوان ديالنا اللي كيتواجدوا في تندوف، مشاو لعيون كانوا في الداخله. اليوم كتلاحظوا هذه الوقفه التضامنيه تحت شعار كل التضامن مع اخواننا الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف. اليوم أبان فعاليات المجتمع المدني عن واحد الحس تضامني مع اخوانهم، ولولا ان كما كتلاحظوا هذا الكم، ولولا ان الظروف الوبائيه لكان الكم أيه. لكن تبقى الرساله، ربما نقول الرساله وصلت، وان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى من المنتظم الدولي بان ياخذ القضيه قضيه تجيد ويتدخل من اجل الافراج عن اهلنا المحتجزين بمخيمات تندوف، مع مطالبتنا لا لتجنيد الاطفال لا لاحتجاج الاطفال داخل المخيمات، لتهميش النساء في مخيمات تندوف، مجموعه من الشعارات كنرفضوها اليوم وكنتمناوها ان شاء الله توصل لمن هو يهمه الامر، ونبقى دائما متضامنين ونحب اهلنا معهم في السراء والضراء. تبارك الله عليك يا سيدي، شكرا.
تحياتي لجهه كلميم، تحياتي للساكنه ديال كلميم، تحياتي للمسؤوليه ديال كلميم، تحياتي للرئيسه ديال جهه كلميم مباركه بعيده، تحياتي لكم كاملين الناس اللي قاموا الواجب وداروا واحد المجهود باش يديروا هذه المسيره اللي زوينه غادي تبقى في التاريخ. باش نكون واضحين، هذه المسيرة وهذه الاحتفال بعد أمريكا اعترفت بالصحراء المغربية والمغرب في الصحراء والصحراء في المغرب ولات التاريخ، دخلنا التاريخ. أول مرة في حياتي كنجي للمحبس، الأجواء هنا في البرنامج زوينة بزاف، الأجواء في المستوى، الناس كتحتفل، الناس ما عمرها دار، الناس ديال هذا المكان. كما كتشوفوا اخوتي بعد المجموعه هنا كاينين بزاف ديال الناس. تحياتي للقبائل كاملين اللي شاركوا في هذه الحفله وفي هذه المسيره، قبائل ديال صحراوة تحياتي لهم كاملين بواحد بواحد. كما كتشوفوا الصحفيين هنا، بزاف ديال المسؤولين المهم، القضية زوينة في هذا المكان في المحبس. حاولت باش نكتشف لكم الداخل هنا فاش بادي الاحتفال، والمحبس هو هذا خوتي، هذه هي المحبس في الصحراء المغربية. كما كتشوفوا الأجواء هنا، الأجواء في المستوى، المكان ديال الاحتفال هو هذا. الحد جينا هنا باش نضامنوا بعضياتنا ونضامنوا ونحتفلوا بالصحراء ديالنا، الصحراء المغربيه. المهم اش غادي نقول لكم، الالاف ديال البشر اللي جاوا باش يشاركوا في هذه المسيره على قبل ارضنا، على بلادنا الصحراء المغربيه. كما كتشوفوا غنحاول نقرب لكم هذه الحافلات، كما كتكتشفوهم كلهم كل منطقه فين جاو، كاينين صحاب كلميم، كاينين طنطان، كما قلت لكم كل منطقه. باقي ما عرفناش بزاف ديال المناطق خاص في المغرب جاو باش يتضامنوا في هذه الحفله، في هذه المسيره اللي كبيره في التاريخ 2020. كما كتشوف صراحه عندي واحد الاحساس اخوتي زوين بزاف صراحة. ملي وصلت المحبس فرحت بزاف، لقيت بزاف ديال الناس، لقيت بزاف ديال المتابعين ديالي كاينين في هذه الحفلة، في هذه المسيرة. واش غادي نقول لكم، الأرض زوينة بزاف، الأجواء هنا زوينة، ما كاينش عشاش لا والو. كما كتشوفوا حاليا كنتواجدوا في المحبس في الصحراء المغربية، وأول مرة في التاريخ ديالي كنجي لهاد الأرض وكنجي للمحبس، هو شرف ليا كبير. باقي كاينين تصريحات ديال الناس، نحاولوا ندخلوا كما كتشوفوا. Thank you.
تحياتي للمتابعين ديالي صراحة الحمد لله وكنحمد شينا لهذا المكان، لقيت بزاف ديال المتابعين ديالي هما كيعرفوني وانا ما كنعرفهمش. كما قلت لكم اخوتي غادي تكون بزاف ديال الاحتفال هنا ان شاء الله، باش ما عرفناش المجموعه اللي غادي تهضر هنا تماما. كما كتشوفوا معنا خرجنا من الحفله هنا هذه البلاصه، كما كتشوفوا بعض الناس بزاف ديال المسلمين هنا، تحياتي لهم. برافو برافو، يا سلام يا سلام، هذه هي المسيره ديال بصح الالاف ديال البشر اليوم الحد في المحبس. تماما كما كتشوفوا الله يجازيكم بالخير، تعرفوا عندنا مزيان بزاف الطريق خصوصا اللي جاي من بعيد بيت كامل بيت فقط باش نبداو ان شاء الله. الساحة أول مرة نجي ليها وقررنا باش نبارطاج معكم أي حاجة جديدة في الساحة. هاد الساحة رائعة جميلة بزاف، غادي نشوفو شتاك ديرو لايك بارطاجيو وديرو واحد الكومونتير زوين. على أساس كاين في الليل نتمنى كاريتي تبان لكم. هادي هي ساحة المشوار في مدينة عيون، هاد الساحة رائعة جدا، ساحة جميلة، ساحة كيجيو الناس يستمتعوا. اليوم اخوتي السبت قلت انا ربما غادي نلقاها عامرة، ولكن باقي ربما البرد كيجي برد اخوتي كيجي برد. كما كتشوفوا غادي نحاولوا نبارطاج معكم هذيك الاتجاه. ايوا الاجواء عاديه، الاجواء جميله، الناس كيجيو يجلسوا هنا. ايوا ربما الجرده تكون في التحت ما عرفناش، المهم هادشي هانتوما خوتي ونتمنى حيت كاين الريحة خوتي نتمنى الصوت يتسمع. هاد الساحة أي واحد جا ممكن يتصور ويشوف هاد الساحة اللي رائعة جدا عندها التاريخ ديالها منذ زمان. هاد الساحة كاينة وهاد الساحة كينظمو فيها بزاف ديال الحوايج على حسب مدينة العيون. هاد العيبات ديال الناصورة خاصة في الساحة. إذا هادشي زوين، هادشي رائع جدا. هادشي زوين، الألوان الحاجة اللي مشكلة لا هو كاين البرد بزاف وكاين الحشاش. هانتوما كيما كتشوفو من الساحة خاوية، ولكن ربما اخوتي غادي نجيو لها غدا بكري بالنهار باش نصور لكم شي حاجة جديدة في هاد الساحة.
ايوا هذه الساحه كتواجد في مدينه العيون، المدينه رائعه، افضل مدينه في الصحراء المغربيه هي مدينه العيون. وهذه المدينه هي زوينه احسن من المدن الخاصه في الصحراء، ربما نقولوا الداخله، ربما نقولوا قلميمه صاصاك، ولكن الى جينا قررنا هذه المدن اللي كاينه في الصحراء المغربيه نلقاو هنا نكتشفوا لكم شي حاجه. ها الشيء اللي كاين في الساحه دي. الساحه ديال المشوار هي هادي. ايوا هادشي زوين. هانتوما خوتي قررنا باش نبارطاجيو لكم على اجواء في ساحه المشوار. ها هي هانتوما، ها كلشي باين، كلشي واضح. اي واحد جا لمدينه العيون ضروري يجي لهاد الساحه ديال المشوار، حيت ساحه المشوار هي اللي مشهوره، وانا انا اول مره نجي ليها. ايوا شاني مدربكم من حسن الشامل. مدينه العيون زوينه بزاف. ها اللي حدا كيما كما تفرجوا في الفيديو اللي درنا في مدينه العيون راهو في الوصف، تفرجوا راه زوين. فهمتينا؟ ايوا السونتر شارع بكره اكتشفنا لكم بعض الحوايج زوينين في مدينه العيون. انتم اخوتي هادشي جميل رائع جدا. هاد البلاصه شكون زوين فيه البث المباشر، دير مباشر من هاد الساحه غيكون زوين. يا سلام يا سلام يا سلام على هاد الساحه ديال المشوار اللي رائع جدا. كما قلنا مدينه العيون جميله، مدينه رائعه جدا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عجبني العيون. نتمنى الصوت يتسمع. الايماج ديالنا كما كتشوفوا معنا خوتي، هذا المكان كله جرده، وساحه المشوار ها هي الاتجاه، وهاد البلاصه فيه الجرده، وهاد البلاصه اخرى فيه الساحه، وكاينين بزاف ديال الساحه هنا، وكاينين النافورات. المهم اش غادي تكمل، وبزاف طلبات صور اخوتي. ها انتم اخوتي، الاجواء جميله، هادشي زوين بزاف كما كتشوفوا. هادي جرده. ايوا ها انتم اخوتي، شوف شوف شوف، كلشي واضح، كلشي رائع جدا. غادي نحاول نمشيو لكم واحد النافوره تما، نمشيو نصوروها. ايوا تبعوا معنا اخوتي واستمروا معنا باش تكتشفوا المزيد. على كيما كتشوفوا معنا اخوتي، هذه النافوره ما بعيداش على ساحه المشوار في مدينه العيون. النافوره جميله، النافوره كيتصوروا مع الناس، ولكن الحاجه اللي جاتني غريبه، الصحراويين ما كاينينش، الصحراويين الاصليين ما خارجينش لهاد الساحه، حيت كننتظر ربما نلقى شي صحراوي بالتقاليد ديالو بالدراعه ديالو باش ندير معاه شي تصريح على حساب يعطينا التفاصيل على مدينه عيون وعلى ساحه المشوار، ولكن ولا حد لقيتو. الناس عاديين، البراني كما كنقولوا هو اللي كاين هنا، الناس عاديين اصليين صحراويين كما كنقولوا ما كاينينش. ونتمنوا ان شاء الله، علاش لا، ربما اليوم السبت وغدا الحد كيكونوا ما كيخرجوش هما، ربما الله اعلم. ايوا الاجواء جميله، الاجواء رائعه جدا كما كتشوفوا. هاد النافوره اللي كيجيو الناس يتصوروا معاها. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، استمروا معنا باش نكتشفوا لكم بعض البلايص زوينين في هاد الساحه اللي رائعه جدا كما كتشوفوا. كلشي زوين. انا اش غادي نقول لكم، هادشي عجبني صراحه، عجبني. نتمنى ان شاء الله يكون خير. كنعتذر لكم على حسب الكاليتي، قدر تبان لكم واضحه، قدر ما غاديش تبان لكم مزيان. المهم راه الساحه في المشوار شفتوها في هذا الاتجاه، وهذه البلاصه فيها غير مرافقات، وكاينين بزاف ديال الشهادات
مثل ما كان. ها انتم والاجواء عاديه جدا خاويه وما كاينش الناس ما جاوش لهاد البلاصه. ها نتمنى ان شاء الله يكون خير. هاد الشرطه ممكن تجلس فيها ولكن ربما اخوتي البرد حيت بارد الحال حاليا. اخوتي رجعنا لساحه المشوار كما كتشوفوها في الليل. اش غادي نقول لكم على حساب ساحه المشوار بحال الليل كالتي الجوده ديالها زوينه بزاف في الليل.